للقضاء على بعض الأمراض. فإحنا العالم كله انقضى أو تم القضاء على مرض الجداري في عام 1980. فيما يخص شلل الأطفال، وكان مرض شلل الأطفال من الأمراض القوية في المراس والشديدة في مصر في العقود القديمة، ولكن الحمد لله بفضل المنظومة الوقائية تم إعلان مصر خالية من مرض شلل الأطفال في عام 2006 باعتراف منظمة الصحة العالمية. وهذا لا يعني ان احنا ما بنقومش بالحملات التطعيمية لأبنائنا بصورة دورية، وترصد دائما احتمالات ظهور الفيروس في اي وقت، فلابد من عمل حملات تدعم هذه المنظومة الوقائية.